داوى لقرود مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مختلفة عن الفنان المصري تامر حسني وزوجته مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسل، ومن أبرزها ما يرتبط بفارق العمر بينهم. وبهالسياق أشارت إحدى تلك المعلومات إلى أنه هالفارق ليس صغيرا، ولفتت إلى أن الفنان بيبلغ عمره 42 سنة، وهو ما فاجأ الكتار اللي أشاروا إلى أنه بيبدو أصغر من عمره الحقيقي. أما أكثر ما أثار الانتباه فهو أنه زوجته بتصغر ب14 سنة تقريبا، وذكر بعض رواد الحسابات بأنها شاركت بالموسم السادس من برنامج المواهب الشهير ستار أكاديمي حين كانت بال17 سنة، ما يعني أنها بتبلغ حاليا 28 سنة من عمرها. وتعتبر علاقة الزواج اللي بتجمع بسمة وتامر من أكثر العلاقات نجاحاً بالساحة الفنية اليوم، فاستطاع الثنائي أنه يتجاوز كل الشائعات يلي طالته. فبسمة أيضاً بتحرص بين الحين والآخر على تقديم التشجيع للفنان من خلال تعليقات بتنشرها على حسابها الخاص عبر إنستغرام، وجاء بآخرها: والله من قلبي فخورة فيك يا حبيبي، وفخورة بشرف المكان اللي انت غنيت فيه النهاردة. الحمد لله حلم من أهم أحلامك اتحقق، وغنيت بأعظم مكان، المكان يلي طول عمرك كنت بتحلم تغني فيه والناس كلها تسمعك. مبروك يا حبيبي. وكانت الفنانة المعتزلة بسمة قد أكدت أنها بتشوف نجاحها ونجاح أولادها بزوجة تامر حسني، وهو شخص بيستحق الدعم لأنه دائما بيدعمها وبيقدر لها وقفتها جنبه. ولفتت بإحدى اللقاءات اللي أجتها إلى أنه تامر دائما بيردد جملة مش عايز أموت وعائلتي مش مبسوطين أو فخورين فيني. وقالت بسمة بهاللقاء إنها بتحس دايما إنه لازم تكون إلى جانب زوجها بكل خطوة نجاح بيقوم فيها بمسيرته الفنية. تامر يعني ما بينامش، الكلمة الوحيدة اللي على لسانه مش عايز أموت وعيالي ما يبقوش مبسوطين أو فخورين بيا. كما كشفت حقيقة منع زوجها التعاون مع الممثلة مي عز الدين بأي عمل فني، قائلة إنه كل الأخبار يلي عم تتردد ما إلى أساس من الصحة، ولا يمكن إنه تتدخل بعمل تامر حسني، ولا يمكن إنه تمنعه من التعامل مع أي ممثلة. وأضافت بسمة قائلة: هل أقاويل خرجت من بعض وسائل الإعلام يلي بترغب بإثارة البلبلة وليس لها أساس، خاصة إني لم أتحدث عن أعمال تامر حسني سوى كانت السابقة أو الحالية.